الجدري ديال القراده اللي قالوا بان في واحد لا كوميونيتي جي، ربما انا ما عنديش المعلومات الكافيه، انه ما نخافوش منه لانه ماشي معدي بزاف، وتيجي بداك الشيء اللي بداك لي كابسول الى انتقل الانسان يمكن يعني. ولهذا حنايا راه خصنا الحمايه، والحمايه خير من العلاج، شويه التباعد ونحضر بسرعه من اما هادشي ديال واش هادشي تخلق في لابوغاتوار ولا تخلق، انا نهار الاول كنت كنقولها استاذه هادشي ديال المؤامره، راه روسيا نشرات 26 مختبر كيخدم على الجراثيم المميته والفيروسات القاتله الفتاكه، لقاو في اوكرانيا هادشي يعني نفيقوا شويه. اللي يهضر على الحق مؤامره، ودور بالكم معلوم كاين واحد العدد ديال لي لابوغاتوار اللي كيخدموا على هذاك الشيء هذا من اجل الحروب البيولوجيه والسيطره على العالم، هادشي خصنا نعرفوه. ولا جات شي حاجه وبغاو يديروا لنا فاكسان ديال فايزر وما مقتنعاش به، ما غنقول لا، لا ما يمكن لياش انا ندير شي حاجه بزز مني، حتى الماكله كنكون كنموت بالجوع، ولا عطوني شي حاجه ما بغيتهاش والله لا كليتها، ما كاين باس، راه هكا خصنا نكونوا. دافعوا على راسكم، خصنا ملي كنكونوا في احزاب ندافعوا على المجتمع. انا ما كندافع على راسي راه ماشي بشكل اناني، كندافع على المجتمع لان فيه فئات ما بغاتش. انا جاوني امهات يبكيو ولادهم جاتهم دي ميوكارديت، كانوا صحاح كيلعبوا الفولي ما بقاوش يقدروا، كانوا كيلعبوا الكاراتيه ما بقاوش يقدروا. الفاكسان علاش دير ليا ولدي الفاكسان؟ خليه يضرب مع المرض كاع يجيه ويدير مناعه طبيعيه احسن 100,000 مره من واحد الخليط تجريبي اللي سماوه فاكسان. عمري انا شفت فاكسان الجمعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وبنادم مريض كيطيح عاوتاني. اذا الفاكسان كيصلح باش يعطيك مناعه، لا ما عطاكش مناعه اذا ماشي فاكسان. وخلينا الا جانا الكوفيد بحال هكا غادي ما كاين، بس انا كنعرف شحال ديال الناس ما جاهمش كاع الكوفيد، ما فهمتش انا هذه الامراض التي تنتشر بهذه الطريقه هذه، وغدا لا بقيت مازال ما مقتنعش وما داروش فاكسان حقيقي ما غاديش ولا قال لك ما تدخليش ما داخليش، وغادي راه الصحه وسع من البرلمان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.